نتحداك عندك اكس بوكس تشينية. تسمك دوك انت تحداني اذا عندي اكس بوكس كيما هادي. يا وهادي ما كاش لي عنده نصاط برا حبيبي. خاوتي ما على بالوش بلي كيما هادي كاينش حبات برك في العالم ولا ثلاثة. واش ليكيب سلام عليكم صافا شوية. سخانة تيك توك في الجزائر ملي حليتو هما نتحداك. واحد نتحداك عندك بلاي بوردي، الاخر نتحداك عندك بي اس اكس، الاخر نتحداك عندك اطاري وهي رايحة. بصح باش نتفاهمو مليح خاوتي، تيك توك فيه عفايس ملاح وفيه عفايس عياني. عروح بدا بالعفايس الملاح، حاجة باينة خاوتي تعقل ايجابية جدك. حاجة اللي تعجبني فيها جماعة الخير انه كي حليتو تم طلعت وعاونني بزاف. الواحد ما يكذبش خاوتي، ما ينكرش الخير حنا جماعة الخير. طاير دوكا وعندي فيه واحد 650 قريب 660 كا. بالك من النصيف هذا ان شاء الله نلحقو 700 800 900 مليون كا. واش تحسب؟ مليون كا. والعفايس اللي ماشي ملاح فيه لانه كل حاجه فيها عفسه مليحه وفيها عفسه عيانه هي انه في عباد شويه مهابل، يعني ماشي شويه بزاف مهابل مزنطحين خاوتي في الريسانون ينتقدوا مليار في الساعه. خدمتهم يعسوا العباد واش راهم يديروا في حياتهم. مين راك تجيب الدراهم؟ واش تخدم؟ واش دير بهم هاد الالعاب كامل؟ وين تسكن؟ واكدوا لي على ركب لي. على كل حال خاوتي انا اصحاب الانتقاد هادو ما نسمعش كاع بهم، يتزوا معاهم كيف بداو يطابيو لي بزاف بالمرطو فوق راسي كيما هاد المرطو اللي فوق راسي دوكا. عندي الحل تاعهم على بالكم شنو هو خاوتي؟ هاولي جرشات هكذا سلام. اي خلاص خاوتي خلو منهم، هضرنا بزاف عليهم دوكا. نتحداكم كامل كيما راكم، اي واحد فيكم عنده حبه كيما هادي. انا في ليكيب على بالي هضرت بزاف، راني درت لكم كوكتيل خفيف على لي فيديو تيك توك ديالي بيان سير. يلا نروحو نشوفوهم، ليتس جو جماعه. استغلوا السيد هذا واش قال لك؟ قال لك راك عايش في فرنسا غايه. شوفوا انت عايش في فرنسا غاية وحنا عايشين في الجزائر في الاخر. واش بيه هذا خاوتي؟ واش بيه عندك الحق؟ انا عايش في فرنسا راك وانا عايش موناكو. شوف ها هاي ليك، شفت واش تهرب بينك موناكو؟ ها موناكو نزيد لك واحد اخر. هاي هاوليك مليح هكذا. هربي موناكو خاوتي. قولوا لي عيب الواحد كيكون عايش في فرنسا؟ جماعه تفضلوا درت لكم فيديو في تيك توك على هذيك الاكس بوكس تشيليه. قال لي واحد اخر قال لي عندي وحده، قلت له يا سيدي صورها لنا ودير اسمك كتب ورقه وستيلو وكذا وحط لنا فيديو هنا ولا دير لنا لايف. بعد الفيديو هذه استغلوا خاوتي ومن بعد انا كي شتها باينه، بس قال بالي بلي واحد ما عنده باينه بلي السيده ويخرج جاب الفيديو من اليوتيوب هكذاك وكافا شويه الناس كانوا كاين اللي امنوها تفرجوا. واش لي كيف؟ صافا شويه. صحة فطوركم خوتي، قولوا لي منيتكم امنتوا السيد هذا؟ يا فوتوشوب بعبع جماعة واش بيكم؟ شوفوا مليح وين مكتوب هيلو في التصويرة في الاكس بوكس تشينية شتوها؟ شوفوا دوكا اللي في الفيديو ولا علاقة تقبض عليها الفار خوتي، باينة جابها من اليوتيوب الفيديو هذه تاع واحد قاول انا شتها ديجا ومن الفورمات بعبع خوتي. دوكا شكون اللي مسكين؟ شكون اللي غلق لي كومونتير والديو؟ واه شكون؟ ونزيد نعطيكم معلومة جماعة، عباكم بلي هذه الاكس بوكس تشينية فيها بزاف كركاسة تاع شناوة يتباعوا. حكموا الفار خوتي حكموا الفار. وسيبري جماعه واش قلت لكم في نهايه الفيديو؟ على بالكم بلي الاكس بوكس تشينيه هذه في الاي بي في انترنت في امازون في علي اكسبريس في هذوك لي سيت يتباعوا واحد الكركاسات تاع اكس بوكس تشينيه بفياش. تسمك العباد يشروهم يحكموا اكس بوكس كحله يديمونطيوها مونطيو لها كركاسه تاع اكس بوكس تشينيه تاع الشناوه ويقول لك عندي اكس بوكس تشينيه. دي كيف هاي نضحكم شويه، تفاولوا السيد هذاك اللي قال لي علاه ما تلعبش مع صحابك؟ هاي الاجابه يا اخو، علاه ما تلعبش مع صحابك؟ يا حسره يا حسره يا حسره يا حسره، ما عندي صحابي انا حبيبي، انا سوليتير. انا بكري كي كنت صغير كانت النيه، دوكا ما عنديش كاع والو حبيبي، انا ندور غير وحدي. عباك هو شكون صاحبي بصح؟ ميورامي تاعي. سمعتوا شكون؟ جي بي. جي بي هو البيست فريند تاعي خوتي صح، مي شنو عندي صحابي ولكن ماهمش كاع هنا في الجزائر، كاع قلعوا كاع هربوا خوتي، حتى في امريكا وحتى في كندا وحتى في اوروبا، قعدت وحدي هنا في برك في الجزائر. الفيديو هذه على بالكم بلي جابت لي 1.6 مليون فيو، احكي مليح. يلا كل حال الفيديو درت لكم هنايا كاع فوق المليون. زي كيف حبيت نسقسيكم على لي فيديو الجايحين في التيك توك هما اللي يطلعوا، انا ما فهمتش خوتي تفرجوا هو. راكو تشوفوا الشارجر هذا، دوك تشوفوا بلي لي فيديو الجايحين هما اللي يطلعوا، لي فيديو الشابين كاع ما يطلعوش. صح بلاصه في البريزه هذه وراي الزوج تاع الصباح ودوك طلع هذا الفيديو خاطش ما عندها حتى معنى. والله غير زوج تاع الصباح وطلعت من شنو كنا في رمضان. على بالكم خوتي 1.3 مليون مشاهده 160 كا جام على شارجو تاع ايفون. وهذا الفيديو خوتي درته لكم غير كيما على كل حال. صح ما كنتش مليح باسكو عن بالي تحركت لي الاكس بوكس وهي تحركت لي الرالونج الحمد لله ماشي سيريز اكس. خاطر ان شاء الله ما حبش قاعد ديماري من بعد ثلاث سيكتور بلاصيت في هذيك الرالونج ما حبش تقلع خوتي. انا عن بالي تحركت كي درت فيديو كاين بزاف يعطيهم الصحه لي زومر تشالا ضامنوا معايا قالوا لي خويا ربي يخلف عليك ربي يعوض لك فيها خير ما تكسرش راسك. مش كاين واحد العباد يا لطيف جماعه ماتوا بالسعاده على بالكم فرحوا كي تحركت لي الاكس بوكس. المهم تفرجوا ايكيب مانيش مليح اليوم على بالكم والله جاتني واحد الضربه ما كنتش قاعد نستنى فيها. شوف
حرقت لي سيريز اكس خاوتي باش قاعد شحال اصبح انا معاها والو يا خو بدلت لها سيكتور كيف كيف نهار كامل هما يطبحوا عليا تكون فرنسا تكون في امريكا انا هناك تجيب في الدراهم على كل حال قدر الله وما شاء فعل طبيعي طبيعي خاوتي هي على كل حال الحمد لله على بالكم بلي بنت بالسعاده كلقات بلي الراجل حرقت قال لي كيبدا لكم فيديو خفيفه برك باش نكسروا بها شويه الروتين وراكم تعرفوا باش الواحد يبدل شويه محتوى خاوتي شويه جديد ماشي غير اللعب وصاي وراكم تعرفوا جماعه الخير على بالكم بلي السوشيال ميديا بارتو ماشي غير في الجزائر في العالم كامل راح تلقاو اللي ينتقدوك واللي يعيوك اللي يكسروا لك راسك واللي يعيوك مخك واللي يحرقوا لك راسك هذه هي جماعه كيما يقول لك ارضاء الناس غايه لا تدرك خير دا يقولوها من شغال المهم جماعه لازم الواحد دائما يشوف قدامه والواحد ماشي يخلي دوك هذيك زعما كيما انا الحمد لله عندي 95 96 بالمية بالمشتركين تاعي سواء في تيك توك ولا في انستغرام ولا في فيسبوك ولا في اليوتيوب كيعيشتوني الحمد لله كاين هذيك 5% لازم يكونوا خاوتي هذوك اذا ما كانوش تبارك الحاله راهي غير طبيعيه تما كاينه حاجه ماشي نورمال كاين بروبليم والواحد ما يشوفش ليهم خاوتي قلت لكم الواحد يشوف غير الحاجه المليحه الطاقه الايجابيه اكدوا لي عليها خاوتي سينو اي واحد فيكم يحب يدير محتوى هكذايا غير يبدا يفشل يبدا يسمع الناس يعيوه يكره حياته يحبوا دائما يريبوك بالسيف خوتي انت دير محتوى نقي وما فيهش المشاكل وما فيهش الكلاب العيان وكذا والله ما يطلقوك ما يطلقوا حتى حاجه خوتي لا خضر لا يابس المهم جماعه الخير نهار الخميس ان شاء الله راح ندير لكم واحد الفيديو سوربرايز راح ندير لكم واحد الفيديو جامي درت لكم فيديو من هذاك النوع كونوا في الموعد ان شاء الله ان شاء الله برك نكون كملتها من نهار الخميس باسكو راني من نهار الجمعه ولا السبت غادي نتورني فيها غير بالعقل خاطر فيها بزاف المونتاج وتشد شويه الوقت المهم نهار الخميس ان شاء الله سيو كونوا في الموعد واللي ماهوش داير هذاك الجرس خير يديرو اكتيفيوه خوتي كاين بزاف اللي مش كولام يقولوا لي خويا راه فيك الفيديو تاعك ما راهمش يطلعوا لنا سي با نورمال جماعه الخير لازم تاكتيفيو هذيك لا كلوش وما تنساوناش الدعم لايك وخلوا سبسكرايب نورمال خوتي خلونا سبسكرايب دعموا اخوكم افينو واللي حبيت لونصا في المجال الثاني ان شاء الله دعموه ما كاش كاع مشكل المهم جماعه الخير رانا حقنا نهايه الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم شويه وبقى لي غير نقول لكم نعاودوا نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله وتهلاو في وحديكم تشاو